مشروع قانون تنظيمي رقم 86/15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 131 من الدستور. الكلمة للسيد الوزير. شكرا سيد رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، حضرة السيدات والسادة النواب المحترمين. باعتزاز كبير وفخر وفير أحضر أشغال هذه الجلسة العامة المخصصة للتصويت في مجلسكم الموقر هذا على مشروع القانون التنظيم برقم 86/15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وهو مشروع قانون تنظيمي يشكل علامة مضيئة ضمن محطات الطفرة التشريعية النوعية التي تعرفها بلادنا، ودعامة أساسية من دعائم الإصلاحات الدستورية الجوهرية التي نعتز بها في ظل تكريس دولة الحق والقانون يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتي انخرطت فيها المملكة المغربية إلى جانب الدول المتقدمة في العالم. أود في البداية أن أوجه عبارات شكر وامتنان وتقدير وإكبار لكل السيدات والسادة النواب بهذا المجلس على المجهود الكبير الذي بذلوه في دراسة ومناقشة هذا المشروع بكل اقتدار ومسؤولية، وعلى بعد النظر وعمق التحليل الذي طبع ملاحظاتهم وتعديلاتهم، وهو العمل الذي كلل بالتصويت على المشروع بالإجماع يوم الخميس 3 أغسطس في إطار. حضرات السيدات والسادة، إن مشروع هذا القانون التنظيمي الهام يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور وتطبيق المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066/13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والتي أحالت على قانون تنظيمي لاحق لتحديد شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في مجال النظر في كل دفع بعدم دستورية قانون. وهكذا، واستناداً إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية والتي تسمو بمجرد نشرها على التشريعات الوطنية، منح دستور 2011 من خلال الفصل 133 حقاً دستورياً مفاده أنه لكل طرف في قضية أن يثير أثناء النظر فيها الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، ويرى أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور، وهو حق دستوري جديد وغير مسبوق لم تنص عليه الدساتير الخمسة السابقة لسنوات 1962، 1970، 1972، 1992 و1996. إن مبدأ الدفع بعدم دستورية قانون يعتبر في منظومتنا القانونية والقضائية آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين، والتي كانت تعرف فراغاً دستورياً في تنظيم هذه الرقابة، رغم أن هذا الحق يعد حقاً معترفاً به في غالبية الدول عبر العالم. فهي آلية تشكل أسلوباً وقائياً يحول دون إصدار قوانين تخالف الدستور، كما أنه حق يشكل من جهة أولى ثورة حقوقية في النظام الدستوري المغربي، ويكرس سمو الدستور بجعل القاعدة الأدنى تطابق القاعدة الأعلى درجة، ويوسّه من جهة ثانية طرق الولوج إلى القضاء الدستوري في ظل الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة، ويمكن المواطنات والمواطنين من جهة ثالثة من المساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية وتطهير الترسانة القانونية سارية النفاذ مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية، الأمر الذي يشكل بحق نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة تجعل المواطن في قلب معادلة تحصن حقوقه وحرياته بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل إيجابي، وتكرس الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والالتزامات، وتعزز بالتالي الديمقراطية المواطنة. سيد رئيس المحترم، حضرة السيدات والسادة النواب المحترمين،
يمكن القول بكل نزاهة وموضوعية أن مشروع القانون التنظيمي 86/15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون بقدر ما حافظ على خصوصية الهوية الدستورية والقانونية والقضائية المغربية بقدر ما استفاد من التجارب الدستورية الدولية التي تقوم على أساس أولاً أن الغاية من آلية الدفع بعدم الدستورية تتمثل في تطهير النظام القانوني من النصوص المشوبة بعيب عدم الدستورية في إطار من التكامل والانسجام مع باقي آليات الرقابة القبلية. ثانياً، إن شروط قبول الدعوة تنصرف أساساً إلى التحقق من مسألة جدية الطعن وغياب سابقة البت في ذات الموضوع من قبل المحكمة أو المجلس الدستوري المعني. ثالثاً، أن مسطرة ممارسة هذا الدفع تقوم على ضمانات المحاكمة العادلة مع ما تقتضيه من تمكين الولوج والبت داخل آجال معقولة وضمان المسطرة التوجهية وتعليل القرارات الصادرة. خامساً، إن وضع نظام محكم للتصفية يجب أن يراعي التوفيق بين ضمانات تيسير الولوج إلى العدالة الدستورية وتحقيق النجاعة القضائية واستحضار التخوفات التي أبانت عنها الممارسة في بعض الأنظمة والمتمثلة في اجترار ظاهرة البطء في التقاضي والممارسة الكيدية والتعسفية في استعمال هذا الحق الدستوري والتضخم في الملفات المعروضة على أنظار المحاكم الدستورية. كما أنه مشروع اهتم بالحقوق والحريات التي قد يقع المساس بها والتي يجب حمايتها وبتنظيم الإجراءات والآجال والشروط الواجب توفرها لتقديم الدفع وكذا تحديد مفهوم الطرف في النزاع الذي تنعقد له الصفة والمصلحة في إثارة الدفع، كما وضع التوجه الأنسب بخصوص مسطرة التقاضي والاستعانة بمحامي وطبيعة الجلسات وحدد جهة القضاء التي يمكن إثارة الدفع أمامها مانحاً لها سلطة إنذار مثير الدفع لتصحيح كل خلل شكلي قد يشوب مسطرة الدفع، واشترط بيان أوجه الخرق أو الانتهاك أو الحرمان من الحق أو الحرية المضمونة دستورياً، وأن يكون هذا المقتضى هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه في الدعوة، وأن لا يكون قد سبق البث بمطابقته للدستور ما لم تتغير الظروف. وضبط الجهة التي لها الحق في رقابة تقدير جدية الدفع ودرجة التقاضي التي تتم فيها إحالة ملف الدفع إلى المحكمة الدستورية، مثلما نظم الآثار الناجمة عن القرارات الصادرة عن هذه الأخيرة بعدم دستورية قانون بالتنصيص على نسخه ابتداء من التاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية في قرارها، ورتب عن تقديم الدفع أمامها وأمام محاكم الموضوع ومحاكم النقد إيقاف البت في الدعوة الأصلية مع مراعاة الحالات التي لا يتم فيها الإيقاف، كما نص على الإحالة إلى قواعد قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والنصوص الخاصة ذات الطابع الإجرائية أثناء المحاكم في الدفع بعدم الدستورية مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي، وحدد آجالاً للبث في الدفع لمحاكم الموضوع في 8 أيام ولمحكمة النقد في 3 أشهر وللمحكمة الدستورية في 60 يوماً، كما تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. سيد الرئيس المحترم، حضرات السيدات والسادة النواب، تتوزع مقتضيات هذا المشروع على 5 أبواب. الباب الأول أحكام عامة، المواد من 1 إلى 3. الباب الثاني شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة، المواد من 4 إلى 9. الباب الثاني اختصاص محكمة النقد بالنظر في الدفع بعدم دستورية قانون، المواد من 10 إلى 13. الباب الرابع شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم الدستورية والبت فيها، المواد من 14 إلى 23. الباب الخامس مقتضيات ختامية، المواد 24-26. تلكم السيدات والسادة النواب المحترمون أهم مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، وما من شك في أن مصادقتكم السيدات والسادة النواب على مشروع هذا القانون التنظيمي ستحقق بإذن الله المقاصد الفضلة التي سعى إلى إدراكها المشرع الدستوري والمكاسب الكبرى التي يرم تحقيقها للأمة قائد البلاد جلالة الملك محمد السادس، كما أنها ستشكل لحظة تاريخية لكونها تؤسس لحق دستوري من شأنه أن يدعم ثقة المواطن في القضاء، ويحق لنا أن نفخر جميعا بهذه الخطوة المباركة.
والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد رئيس. شكرا.